عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. النهاردة إن شاء الله أنا جبت كرومباية، فضلت خيركم كده. لقيت واحد بتاع كرومب رخيص بيبيع، يعني مكنتش أصور، بس إن الصومة صغيرة عليك صوري وصوري وإنت بتقطعي. فأنا سمعت كلامها، إحنا الوقت بعشان الصغننين هما اللي بيمشوا كلامهم أي على الكبار. قلت لها والله انا السمية صغيرة، لان ايه، لان هوريه لهم ان شاء الله. فاحنا سلقناها، سلقناها، انا سلقت الكرنب قبل كده معاكم، بنحط في المية مغلية. نسمة صغننة انا بتقول لكم ما تنسوناش بالايه، باللايك والاشتراك في القناة، ونبعت لكم كل جديد. حبيبتي يا نسومة، يا قمرة، يا غالية، يا بنت الغالي. المهم ان انا جبت كرومبايه حلوه كده، فضلت خركه كبيره ما شاء الله، كانت كبيره قوي ما شاء الله. دي هي كانت ب 15، فانا سلقتها بميه مغليه وكمون، وهوريكم احنا هنقطعها ازاي ان شاء الله. بنقوم ماسكينها كده اهو، قطعنا الحته الفوقانيه، قطعت كده اهي ما شاء الله، شوفوا القطع اللي انتوا ايه عايزينها، نشوف اهو. واحدة تانية اهي ان شاء الله، اهي قطع الحتة الفوقانية، ونقوم عاملينها كده اهو، وايه، ودي بتبقى اهي كبيرة اهي، بتقطع المكان اللي انتوا عايزين، القد اللي انتوا عايزينه اهو. من زمان اوي ما عملناش كرنب، يعني تقطعي ايه دهي وتحطها هنا. ايوه اهو، وري لهم يا نسومه يا جميله، ربنا يخلي كل اللي اسمهم نسمه يا رب، ويخلي كل واحد هاي. له لو يا بتحط رب، هنا، يخلي كل واحد يخلي له ايه عياله يا رب، ويصلح حالنا وحالهم يا رب. نقوم عاملينها ازاي اهي، نفردها اهي، وده منظره حبايبي بعد ما خلص، بعد ما قطعته، وهنا الاخضر اهو، وهنا ما شاء الله الابيض اهو ما شاء الله ما شاء الله. دولي هاخدهم اعمل فيهم ايه، هقوم اعبيهم في اكياس واحطهم في الفريزر ونخزنهم، وان شاء الله كده يوم ما عوزه، يوم ما عوز ان احنا نطبخه بنطلعه من الاكياس ونسيبه يفك، ونعمل له بقى الصلصه الحلوه اللي انت عارفينها دي، اللي ببصل وملح وفلفل وكمون وخضره محشي ورز، وبنحشي ان شاء الله. بس انا الوقت جايباه على كأن ايه،
هعبي في اكياس ان شاء الله واحطه في الفريزر، وقت ما احب اطبخه هطبخه. احنا زي ما قلت لكم حبايبي، احنا عندنا في بيحب الابيض وفي بيحب ايه الاخضر. يا رب عندنا وعندكم الخير كله يا رب، ويا ربنا يا رب يرخص كده الحاجة، ويبقى عندنا الخير في بيوتنا وعند ولادنا وعند حبايبنا يا رب. وأشوف وشكم بخير، ومع السلامة.